نروح لزميلنا فاروق صلاح من ملعب مباراه ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كل التحيه ليك يا كابتن ايمن وضيوفك الكرام، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان عقب نهايه اللقاء الاهلي والبنك الاهلي بتعادل سلبي بدون اهداف. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد، مباراه صعبه في اجواء صعبه، ظروف طقس وامطار غزيره على الملعب، وبعض يعني علامات الاستفهام على التحكيم النهارده، تعقيبك ايه على المباراه النهارده؟ يعني طبعا الحمد لله على كل شيء. طبعا المباراه كانت مهمه جدا ان احنا ناخد فيها 3 نقاط، لكن هي الكوره كده يعني. الحمد لله على كل شيء. انا مش هتكلم كتير على اي حاجه، لان في حاجات بتبقى الصراحه يعني مش عايز انا اتكلم فيها، لان واضح ان اي حد بيتكلم في المنظومه يعني ممكن يبقى هتبقى الدنيا صعبه بالنسبه له يعني. لكن اللي انا عايز اقوله بس محتاج ان انا مش استفسار يعني، اعتبره طلب من النادي الاهلي، اعتبره طلب من النادي الاهلي وجهاز الكره في النادي الاهلي، ان يعني انا النادي الاهلي اوكي واخد البطوله 42 مره، واخد بطوله افريقيه الاخيره، يعني المفروض اكبر شعبيه موجوده في الوطن العربي واكبر شعبيه موجوده في افريقيا وشعبيه ممتده للعالميه. من يعني بس مش بسال، بلعب 7 مباريات، كم حكم دولي جالي في 7 مباريات؟ كم حكم دولي في 7 مباريات للنادي اللي بيحمل الارقام دي كلها؟ بس هو سؤال محتاج كابتن وجيه احمد شخصيا يرد عليه، مش اي حد تاني. هو مش ناقد يا كابتن وجيه بس عشان العمليه ما تبقاش فيها غرامات وفيها حاجات تانيه بتروح في سكه تانيه. انا بقول لحضرتك احنا واخدين 42 دولي، لو انت يعني احنا النادي الاهلي، اسمنا النادي الاهلي، اكبر شعبيه موجوده في مصر، اكبر شعبيه موجوده في الوطن العربي، اكبر شعبيه موجوده في افريقيا، اكبر شعبيه موجوده في الشرق الاوسط كله. بالبطولات دي كلها، بالامكانيات دي كلها، بالتاريخ ده كله، كم حكم دولي في 7 مباريات جالي؟ كم حكم دولي؟ كم حكم دولي؟ سؤال بريء جدا، بسيط جدا، سلس جدا. كم حكم دولي حكم للنادي الاهلي في 7 مباريات؟ المفروض يعني في العالم كله على فكره، مش تقاليد يعني مصريه عربيه بننفرد بيها يعني. برشلونه وريال مدريد ومانشستر وليفربول والانديه دي كلها لما بيلعبوا في الدوري بتاعهم معظم الحكام بتبقى هي صاحبه الشاره الدوليه. انا بسال حضرتك كم حكم دولي في مباراه المقصه جالي كابتن ابراهيم نور الدين دولي، في مباراه المحله جالي كابتن طارق مجدي مش دولي، في مباراه الاتحاد جالي كابتن جهاد جريشه. يعني بغض النظر احنا يعني بغض النظر على الموضوع بين كابتن ابراهيم وكابتن جهاد، لكن في النهايه انا بتكلم على الحكام الدوليه. في مباراه الاتحاد جالي كابتن جهاد جريشه، في مباراه وادي دجله جالي كابتن احمد الغندور، في مباراه سيراميكا جالي كابتن محمد يوسف، في مباراة الإنتاج الحربي جالي كابتن مين اللي كان بيحكم لي كابتن في مباراة الإنتاج الحربي؟ كابتن محمد عادل. النهارده بيجي لي كابتن محمد سلامة ميدو.